معلم من معالم الحضارة الإسلامية في مدينة القدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين إليه تشد الرحال، ومنه معراج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومهبط الرسالات. وقف في محرابه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إماما للأنبياء، تتجلى فيه روعة العمارة والفن الإسلامي، كما تظهر من خلال قبة الصخرة عبقرية الفنان المسلم في تصميم القباب والزخارف الإسلامية التي تظهر خارج مسجد القبة وداخله على السواء.